من جهته أكد مدير تربية نينوى وحيد فريد أكد عدم وجود أي تدن في مستوى النجاح بمحافظة نينوى، مبينا صعوبة احتساب النسب بالاعتماد على نتائج الدور الأول. وأوضح فريد أن العديد من الطلبة قاموا بتأجيل الامتحانات للدور الثاني، الأمر الذي جعل نسبة النجاح في محافظة نينوى 53%. لا يوجد تدني في محافظة نينوى لنسب النجاح، ولكن كانت هذه النسب واقعية، ولا يمكن احتساب نسب النجاح في الدور الأول فقط، لأنه من السياقات الرسمية للعمل واحتساب نسب النجاح بعد أداء امتحانات الدور الأول والدور الثاني، يتم جمعها وقسمتها على اثنين، ومن ثم تخرج نسب النجاح بشكل طبيعي وتبين الحالة، لأن كثير من أبنائنا الطلبة قد تقدموا بتأجيل مادة أو مادتين لأدائها في الدور الثاني، إضافة إلى خروج أو عدم تمكن من اجتياز بعض أبنائنا من التلاميذ والطلبة لبعض المواد، وتم تأجيلهم إلى الدور الثاني. فهذا السبب الأساس كان في أنه نسبة النجاح في نينوى كانت 53%، وللعلم لو قورنت هذه النسبة مع نسب السنوات السابقة نلاحظ أن هناك فرق كبير وتقدم، ولا سيما وجود أعداد كبيرة من أبنائنا الطلبة، وهؤلاء الذين شملوا بمعالجات وسبر المعلومات.